الإنشاد الديني هو أحد الفنون الإنسانية، يروي ظمأ روح المرء العطشة إلى السكينة والأمانة. وقد لاقى هذا النوع من الإنشاد عناية خاصة عبر التاريخ الإسلامي. وفي المغرب انبثق الإنشاد الديني الذي يجمع بين المديح والابتهال من الزوايا والساحة الصوفية. يعرف المغرب ولله الحمد بأشكال من المديح والسماع، سواء كان مديح الفقراء في الزوايا أو مديح الطلبة والفقهاء في المدارس العتيقة أو مديحا علميا أكاديميا باستعمال الآلات أو كالطرب الأندلسي، وهذا للتعبير عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة هذه القصائد التي تتلى في المغرب قصيدة البردة والهمزية والمنفرجة وكذلك الدعاء الناصري. حوارات غنائية وقصائد شعرية لشيوخ الطرق الصوفية. وللسنة الثانية على التوالي ينقطع التواصل بين الجمهور وفرق الإنشاد والسماع بسبب إجراءات جائحة كورونا. العلاقة ديالنا بالمديح والسماع علاقة ربانية موصولة بالمناسبات والمهرجانات وكذلك الحفلات اللي كتكون يعني مباشرة مع الجمهور ديالنا. وفي الحقيقه يعني هذا الوباء هذا كان عنده واحد التاثير على العلاقه ديالنا والتواصل ديالنا مع الجمهور المغربي والجمهور العالمي. المنشد الديني هو بمثابه الساقي والمستمع هو الشارب، فحلاوه اشعار العشق الالهي تهذب النفس وترقى بالروح. في وصلات الإنشاد يقال: إن الحب داء والوصال دواء والقرب من بعد البعاد شفاء. قد تنطبق هذه المقولة على ما يشعر به جمهور الإنشاد والسماع من ابتعاد عن حالة التكامل التي تجمع ما بينه وبين المنشد الديني. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط.